الخرجه ديالك ما كرهتيش اننا نرجعوا ليك، لان حاجه زوينه تلقاي شي قناه كيدافعوا عليك بشراسه ويلمعوا لك الصوره صوت التلميع، الصوره ما لقيتيش ولا عمرك هتلقايه، فهمتيني؟ ما لقيتيش، انت متعطشه ليه، فهمتي؟ قنوات اللي كيدافعوا بشراسه لا يعتذروا ويقولوا احنا غلطنا، احنا ما غلطناش، انت اللي غلطه من فات راسك وما تحلميش ولا تحلمي اننا نخرجوا نعتذروا ليك، دخلي لكرش امك وتخرجي منها ثاني وما نعتذروا ليكش، انك غلطه، انا بالنسبه لي غلطه، تثير الجدل بالعفن، بالعفن السريعه. قبلش هادشي هذا، انا ما نقبلوش، طيح المشاهدات صفر، نسد يوتيوب كاع ما نبقاش فيه وما نعتذرش، نعتذر على واحد منكر كتخرجيه اثاره الجدل بالعفن، خرجتي لنا مرارا وتكرارا في قناتك كتخزمي فينا، وكاع اسبوع قبل ما نقرب لها اسبوع خارجه كتقول لنا غادي نسد على يماكم، يمانا ولا تتعاير يمانا، سمعتيها السريعه اش درتي؟ سمعتيني؟ يمانا غادي نسد على يماكم البزبوز، شكون اللي كيتواصل معاك؟ شكون؟ الضفه الاخرى ولا حنا؟ حنا يمانا، حنا اللي تعايرات يمانا، انا يمانا بطيطه منوفا هي اللي تعايرات، انا نخلي وحده تعايرني ونجلس معاها، علاش؟ تعاير لي امي البزبوز الخالد، ما عندي ما ندير به، اختياري انا وانا اللي قلبت، ماشي باش نمشي مع الضفه الاخرى، لا لا، ما بقيتش راضيه ولا قابله الكذوب ديالكم، الخرجات ديالكم، المنكر ديالكم، هذا هو اللي ما قبلاش انا، ماشي تقولي ها هو الانتصار وها هما الشكايات، الشكايات حنا قلنا دايرينهم، ما تكذبيش على المتابعين ديالك، ما تكذبيش، حنا كنهضروا على التفريغات، دابا يا مدام، دابا هاد الضاصرة اللي خرجت علينا، أنت اللي خافك الخاص اللي كان ما بيني وما بينك، منين جيتي قلتي لي أنا فهمناك حنا بأنهم قالت لك يا حنا يا هما، لأن كنا كندافعوا عليك بشراسة أنتيا لعبات لك مثل اللعبة الضاصرة. لعبات لك اللعبه وخلات القنوات ما يبقاوش يدافعوا عليك، قلتي انا عارفك كتحصري ندما، كتحصري ندما على قنوات كانوا كيدافعوا عليك بشراسه، ايوا كلها تدافع عليك هي، كلها تدافع عليك الضاصره،